سيادة الرئيس السيسي أمس بمدينة العقبة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد أبو ظبي ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات خاصة التجارية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهات تداعيات وأثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة، وذلك على النحو اللي بيحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة. طبعا هدف بالنسبة للدول الأربعة الحفاظ على ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني احنا هنا لما بنتكلم على الأمن ما بنتكلمش يعني احنا بنحارب إرهاب فقط وبنحارب تدخلات في شؤون الدول فقط. فكرة كمان الأمن الغذائي ده مفهومه هو الحفاظ على مقدرات الشعوب، وفكرة كمان التكامل والتعاون بين الدول العربية ده من شأنه استقرار الشعوب والحفاظ على مقدراتها. وأيضا طبعا لا يخفى على أحد الأزمة الروسية الأوكرانية دلوقتي وتداعياتها الاقتصادية وتداعياتها أيضا على الأمن الغذائي وعلى الاقتصاد بشتى أنواعه بكافة الأوجه اللي هي ممكن نقول المتفرعات منه. كل ده تأثيرات على مش فقط الشعوب العربية ولكن على كافة شعوب العالم. وهنا التكامل بتأتي بقى هي قوة الوحدة وقوة الكلمة وقوة التعاون بين الشعوب. لما نتكلم كمان سيادة الرئيس بيتكلم كل مرة على زيادة الاستثمارات عندنا، فهنا نرجع بقى نسترجع تاريخ العلاقات بين الدول ونفتكر دايما حجم التبادل التجاري وفكرة تعزيز حجم التبادل التجاري، خاصة حينما يكون وقت الأزمات بيكون أكثر فعالية وأكثر تأثيرا في نمو واستقرار الدول كافة.